السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة تريندي كروشيه. الجزء الأول من الفيديو عملنا فيه الجاكيت بتاعنا كله وقفلناه. إن شاء الله الفيديو دوت هنشوف إزاي هنعمل الأكمام، هنقفل الأكمام بتاعتنا وهنشوف الشكل النهائي للجاكيت ده وصلنا له إزاي، وإزاي عملنا وسع الأكمام نازلة على وسع كده من غير ما نعمل أي تزايد، وكمان هنعمل القمر للجاكيت والمرض. يلا بينا كده علشان نبدأ النهاردة ونقول بسم الله. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت لو لسه مشتركناش في القناة نعمل اشتراك او سبسكرايب ونفعل الجرس كمان على الكل علشان يوصلنا اشعارات بكل فيديوهات تريندي كروشيه اللي جاية. دلوقتي انا خلاص وصلت لنهاية الاكمام اهي، انا قفلت الكمين وبدأ الكارديجان او الجاكيت بتاعي يظهر له بقى، يعني جزء امامي واكمام وجزء خلفي كمان. دلوقتي انا عملت كده حركة في الكم التاني، عملت كم كده علشان اوريكم. طبعا تكملة الكم احنا لازم هنكمل، يعني لازم هنوصل الخيط هنا وهنبدأ نرتفع بعدد أدوار كده لحد ما نوصل لطول الكم اللي احنا محتاجينه. عاوزة تطوليه بنفس اللون برضو مفيش مشكلة، انا قلت هنزل الكم كده على واسع فهستخدم ابرة اكبر علشان خاطر ينزل الكم كده بالوسع اللي انتوا شايفينه ده من غير ما نعمل اي تزايد، وكمان هستخدم نفس الالوان اللي موجودة في الوردات على الظهر اللي شبكت بيهم جزئين الظهر مع بعض. تمام، يلا بينا كده نشوف ازاي. شايفين انا هبدأ منين؟ دي الخياطة اللي كنا مقفلينها هنا من على الكم او قفلنا بيها الكم بتاعنا، هنلاقيها كده في الخط الفاصل اللي هو في النص اللي هو الخياطة اللي احنا خيطناها وشبكنا بيها القطعتين او الناحيتين للكم. هنلاقي هنا كده في زاوية اهي، زاوية المربع اللي كان الناحية دي او زاوية الشكل السداسي اللي كان الناحية دي، اهم تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود، وهنا كمان تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود. هشتغل فين؟ هبدأ من الفراغ اللي بين الزاوية دي. تمام، هدخل كده بالابرة بتاعتي، انا هعمل اول سطر عادي جدا من بنفس الابرة علشان بعد كده احس ان الكم بتاعي نازل على واسع شوية. هبدأ كده اعمل حلقة بالخيط وهطلعها من هنا، وبالطرفين كلهم هعمل اول سلسلة او سلسلة الارتفاع، وبكده هكون ثبتت بيها الخيط. بعد كده هشتغل سلسلتين كمان وهلف اللفة على الابرة وهدخل في نفس المكان وهعمل عمود، وده هيبقى تاني عمود لان الثلاث سلاسل ارتفاع هيعتبروا اول عمود. هشتغل كمان عمود اهو، يبقى المجموع تلاتة عمود، اول تلات سلاسل الارتفاع يعتبروا عمود، واشتغلت معاهم اتنين عمود بلفة عاديين. بعد كده سلسلة بين كل فراغ وفراغ، بعمل سلسلة هدخل في الفراغ اللي بعده وهشتغل عادي جدا في كل فراغ تلاتة عمود لحد ما اخلص السطر، وارجع لكم هنا علشان نشوف هنقفل السطر ازاي ونطلع السطر اللي بعده ازاي. كده انا وصلت لنهاية السطر اهو، اخر مجموعة عملت تلاتة عمود وبعدين سلسلة قدامي الفراغ بقى اللي كان في الزاوية اللي زي اللي بدأنا عنده اول السطر. هلف لفة على الابرة وهعمل فيه عادي جدا تلاتة عمود. دلوقتي احنا ما بنعملش زوايا خالص لان احنا خلصنا الشغل في الشكل السداسي من اول ما قفلنا خلاص الكارديجان او الجاكت. منساش اخر سلسلة اللي هي الفاصل بين التلاتة عمود اللي عملناهم في الاخر واول تلاتة عمود اهو، وفي السلسلة رقم واحد اتنين تلاتة من سلاسل الارتفاع اللي بدأنا بيهم السطر هنقفل بمنزلقة، وبكده اكون انا خلصت اول سطر. هطلع بسلسلة وخلاص هقفل الشغل هنا بالمقص كده، هقص الخيط. دلوقتي هعمل ايه؟ هاجي في اي فراغ، يعني في اي فراغ انا حباه. انا دلوقتي هغير الابرة، هشتغل بابرة مقاس رقم ستة. اشتغلي بقى زي ما انت عايزة، يعني عايزة اشتغلي بابرة رقم تسعة اشتغلي، يعني كل ما هتكبري الابرة كل ما الكم هينزل على واسع اكتر، يعني كل ما هنكبر مقاس الابرة كل ما الوسع ده هيبقى اكتر من كده، هيزيد اكتر من كده. فانت تتحكمي، بدل ما نعمل تزايد ونتلخبط هنتحكم بتغيير الابرة. مجرد ما هتغيري الابرة هيديكي وسع في الكم. هدخل كده اهو في الفراغ اللي انا فيه ده وهبدأ اشتغل اللون اللي بعده اللي هو اللون البينك اهو. هجيب طرف الخيط وبنفس الطريقة اللي بدأت بيها السطر هبدأ برضو بيها هنا، وبطرفين الخيط
الاتنين كده علشان اثبت، هعمل اول سلسلة وبعدين هسيب الطرف دوت هنضفه مع الشغل وانا شغالة، هطلع تاني سلسلة وتالت سلسلة ارتفاع وهعتبرهم اول عمود، وهعمل معاه في نفس المكان عمودين تانيين، هيبقى المجموع 3 عمود بلفة سلسلة، وهدخل في الفراغ اللي بعده وهعمل 3 عمود، وكل فراغ هعمل فيه 3 عمود، وبينه وبين الفراغ اللي بعده هعمل سلسلة. تمام، هعمل فراغ سلسلة، وبعدين في آخر السطر خالص هقفل بمنزلقة في السلسلة التالتة من سلاسل الارتفاع، وهفضل بقى ارتفع بعدد السطور اللي أنا محتاجاها بكل الألوان اللي نفسي فيها لحد ما أوصل لطول الكم اللي أنا محتاجاه، وهقفل شغلي على كده. وكده أنا وصلت لطول الكم اللي أنا محتاجاه، فقطعت الخيط خلاص. طبعا كل الخيوط دي هننضفها في الآخر على ظهر الكارديجان أو الجاكيت، من يعني من جوه هننضف، من جوه هنقلب الجاكيت وهننضف الخيوط دي كلها بإبرة التنظيف من جوه. دلوقتي انا هبدأ اشتغل المرد للجاكيت بتاعي، انا هشتغله بنفس اللون اللي هو اللون الاوف وايت، هاجي كده من عند الرقبة من فوق، انا هبدأ شغلي كله من هنا من عند الرقبة من ورا، خلاص هدخل في الفراغ ده اهو، هدخل بقى في السلسلة اللي في الفراغ. طبعا انا رجعت لنفس رقم الابرة او مقاس الابرة اللي انا شغالة بيها الكارديجان اصلا او الجاكيت عشان يبقى كل الشغل واحد. هبدأ ادخل كده في السلسلة اللي هي المكونة للفراغ ده، وهبدأ اسحب الخيط بتاعي وهعمل غرزة كده بالطرفين سلسلة، وهطلع بسلسلتين كمان، يبقى دول 3 سلاسل ارتفاع، وهفضل ماشية بقى. بصوا انا عندي ايه، انا عندي فراغ اللي هو فوقه سلسلة، وبعدين 3 عمود، وبعدين فراغ اللي هو اهو، وبعدين 3 عمود. انا هفضل ماشية فوق كل عمود عمود، وفوق الفراغ هعمل عمود، يبقى انا كل اللي هعمله ان انا هستبدل، بس هعمل سطر من الاعمدة هستبدل الفراغ بعمود، هستبدل الفراغ بعمود، يعني بدل ما اعمل سلسلة لا هعمل عمود في السلسلة اللي تحت دي. تمام، وهفضل ماشية بقى التلات اعمدة اللي هيقابلوني، هدخل فوق كل عمود وهعمل ايه، هعمل عمود اهو، بدخل تحت حرف الفي كله اللي فوق العمود على طول وهعمل عمود اهو، اهو ده العمود الثالث من الثلاث اعمدة دول اللي كانوا تحت، هعمل فيه عمود، ما فيش بقى فراغات تاني، انا خلاص بستبدل الفراغات بالاعمدة زي ما قلنا. يبقى كده عملت سلسلة فوق الفراغ ده و3 عمود، كل عمود فوق العمود اللي تحته من التلات اعمدة. دلوقتي في الفراغ اهو، بصوا انا لما جيت اشبك المربع ده في المربع ده بيبقى في فراغ هنا في الزاوية وفي فراغ هنا في الزاوية، هعمل هنا عمود وفي الفراغ اللي بعده كمان عمود، يبقى هدخل اهو في الفراغ ده فوقه في السلسلة اللي فوقه هعمل عمود، وهدخل في فراغ المربع اللي بعده اهو اللي جنبه على طول هدخل في السلسلة اللي فوقه وهعمل كمان عمود اهو، هفضل ماشي بقى سطر اعمدة عادي، يعني فوق كل عمود هعمل عمود وفوق الفراغ هعمل عمود، دول التلات اعمدة، بعمل فوق كل عمود عمود اهو، وفوق الفراغ عملت عمود هفضل ماشية كده بقى لحد نهاية السطر، لحد يعني هفضل ماشية هلاقي نفسي بلف كده مع المرد يعني الرقبة، وبعد كده هنزل على المرد، وبعد كده على ديل الجاكيت، وهرجع الناحية التانية على المرد، وهوصل لنفس المكان تاني، هفضل ماشية فوق كل عمود عمود وفوق كل فراغ عمود لحد ما اوصل هنا وهرجع لكم تاني. وصلت كده لنهاية السطر اللي انا فيه، ورجعت لنفس المكان اللي بدأت عنده ب3 سلاسل، هعمل ايه دلوقتي في السلسلة رقم 1 2 3 من سلاسل الارتفاع اللي بدأنا بيهم السطر، هنقفل بمنزلقة، وبكده اكون خلصت سطر كامل من العمود بلفة اعمدة في كل عمود عمود وفوق كل فراغ عمود، ما عملتش حاجة اكتر من كده. خلاص دلوقتي هعمل ايه، دلوقتي هطلع ب1 2 3 كده 3 سلاسل ارتفاع هعتبرهم اول عمود فوق العمود اللي انا فيه ده، وبعد كده هفضل ماشيه ايه بقى، همشي عمود امامي وعمود خلفي او بريد امامي وبريد خلفي، شوفوا انتوا بتقولوا عليه ايه، ايه البريد الامامي والبريد الخلفي او العمود الامامي. اول حاجه هبدا بعمود امامي، بصوا
انا اهو بلف لفة على الابرة كأني بشتغل عمود عادي جدا. وبعدين المفروض ان انا هشتغل فوق العمود ده، صح كده؟ طيب يبقى هدخل من قبله، من الفراغ اللي قبله لورا، وبعدين هطلع من ورا لقدام بحيث ان العمود يبقى قدامي اهو كده، العمود امامي. ودي كده هي دي غرزة البريد الامامي، ان انا بدخل من قبل العمود وبطلع من وراه في الفراغ اللي وراه، يبقى بخلي العمود قدامي، ما بدخلش فوقه على طول، لا بدخل كده من قبله واطلع بعده. وبعدين بلف لفة على الابرة كأني بعمل عمود عادي جدا، وبطلع الخيط من لفتين وبعدين من لفتين. طيب دي العمود الامامي. ايه العمود الخلفي؟ بلف لفة على الابرة. انا في العمود الامامي بدخل كده من قدام لورا وبطلع من ورا لقدام بحيث ان العمود يبقى امامي. طيب في العمود الخلفي بقى هعمل ايه؟ هعكس، هدخل من ورا لقدام اهو، هدخل من ورا وهطلع كمان لورا، يبقى انا كده العمود خلف الابرة او خلف، يبقى كده البريد الخلفي. هلف لفة على الإبرة وهطلع، هلف لفة على الإبرة وهطلع من حلقتين، ولف لفة على إبرة واطلع من حلقتين زي العمود العادي بالظبط. كل الاختلاف ان احنا في العمود الامامي، بصوا ازاي بدخل من قبل العمود وبطلع من بعد العمود، اهو الإبرة اهي سنها بيبقى قدامي والعمود كمان قدامي، وبلف لفة على الإبرة وبشتغل بقية العمود عادي جدا. طيب العمود الخلفي هاجي من ورا، من ورا من قبل العمود وهطلع من بعد العمود، بصوا سن الإبرة فين؟ ورا، خلفي، والعمود خلف الإبرة زي ما انتوا شايفين. هلف لفة على الإبرة وأطلع كده، ولف لفة وأطلعها من حلقتين، ولفة وأطلعها من حلقتين، وهفضل ماشي عمود أمامي، عمود خلفي، عمود أمامي، عمود خلفي. العمود الأمامي بلاقيه قدامي كده بارز طالع لقدام، العمود الخلفي بلاقيه راجع الغرزة راجع لورا شوية. خلاص يبقى العمود الأمامي أهو ده اللي عليه الدور. هبدأ بقى ايه اهو، انا كده عرفت ايه الفرق بين العمود الامامي والعمود الخلفي. هفضل ماشية بقى كل السطر عمود امامي عمود خلفي، عمود امامي عمود خلفي، لحد نهاية السطر اللي هي الجزئية دي اللي بدأت عندها السطر. هرجع لكم هنا وهنشوف هنعمل ايه. وصلت لنهاية السطر اهو، ده شكله. بصوا العمود الامامي والعمود الخلفي بيدوا بروز كده حلوة على منطقة القمر او منطقة المرات كده اهو. ده اخر عمود خلفي معايا هعمله، وبعد كده هقفل السطر في الغرزة الثالثة من سلاسل الارتفاع اللي بدأت بيهم السطر بغرزة منزلقة. طيب لو هتطلعوا سطر كمان عادي جدا، هنطلع بثلاث سلاسل الارتفاع وهنفضل ماشيين فوق العمود الامامي عمود امامي، وفوق العمود الخلفي عمود خلفي، فوق العمود الامامي عمود امامي، وفوق العمود الخلفي عمود خلفي. وهي ظاهرة جدا يعني، الفرق لو انتوا شغالين قدامكم كده هتبقوا عارفين تميزوا بين العمود الامامي اللي هيبقى بارز شوية لقدام وبين العمود الخلفي اللي هتلاقوه بارز ورا، تمام كده. هتفضلوا تشتغلوا عدد سطور لحد ما توصلوا لعرض القمر والمرد اللي انتم محتاجينه، وبعد كده خلاص هتقفوا وهتقفلوا شغلكم على كده. انا بالنسبة لي خلاص هكتفي بهذا القدر، وهما سطرين اتنين اللي انا عملتهم. كده انا وصلت لعرض المرد اللي انا محتاجاه، وكده الكارديجان جاي على بعضه من قدام، قطعتين الكارديجان لو عايزة اقفلهم بزراير هيتقفلوا عادي. هطلع بسلسلة كده وهقطع الخيط بتاعي هنا، وزي ما قلت لكم كل الخيوط دي بقى هنبدأ دلوقتي ننظف فيها. انا كده خلصت الجاكيت، يعني مش فاضل غير ان انا انظف كل الخيوط اللي انا اشتغلت بيها او بواقي الخيوط. خلاص اهو ده شكل المرد، هنضف كل الخيوط بقى بتاعتي اهي، كل بواقي الخيوط دي هتتنضف. انا لو عايزة تنضفيها طبعا بابرة التنظيف عادي جدا نضفيها بابرة التنظيف، اما انا بصراحة بفضل ان استخدم ابرة الكروشيه رقم واحد، وده اصغر مقاس عندي، فبحب جدا انضف بيه لان هو ما بيغيرش معايا شكل الغرز، فبدخل فيه بالخيط كده تحت الغرز وبفضل ماشية بيه. ولو عاوزة يعني للاحتياط يعني ان انا اقسم الخيط كده من بعضه اهو، بدخل كده في نص الفتلة نفسها بقسمها لخيطين، وبعدين بعدي كده خيط من الخيطين دول. انا الطريقة دي انا بعتمدها، تقدري طبعا تعتمدي اي طريقة انت حباها. دي كده زيادة بس حرص.
وبربط كده عقدة ولا عقدتين كده من الخيوط دي، وبعدين بقصها. ده بس ضمان علشان الخيط ما يفكش ابدا، لا في الغسيل ولا تحت اي ظرف يفك. خلاص ما عايزة ما تعقديش، ما فيش مشكلة، مشي الخيط كده بإبرة التنظيف او بإبرة الكروشيه تحت الغرز اهو، وخلاص هقص الخيط. بالطريقة دي طبعا انا هنضف كل الخيوط اللي موجودة عندي، واراعي ان التنظيف بيبقى على ظهر الجاكيت مش على وشه. طبعا نراعي واحنا بننضف الخيوط ان احنا ننضف كل لون في اللون بتاعه. يعني ايه؟ يعني ما اجيش انضف خيط بينك من هنا في اللون البيج، يعني ما وصلوش كده للون الاوف وايت واروح جاية منضفاه فيه او عقداه فيه، علشان ما يعملش عقدة تبقى ملونة فتبقى باينة. تمام. فبننضف كل الخيوط. بصوا ده خيط متنضف اهو، مش باين خالص. لو جيتوا قلبتوا كده الجاكيت هتلاقوا انه ظهر الشغل زي وشه، ودي حاجة كويسة جدا، ودي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، انه احنا بننضف الخيوط في الحاجات اللي بيبقى فيها كذا لون، ما جيش انضف هنا الخيط البترولي ده في اللون الموف، لا انضفه في نفس اللون بتاعه علشان ما يبانش حتى ظهر الشغل، ما يبانش فيه اي خيوط او اي بواقي خيوط، ويبقى الشغل نظيف جدا. ده الشكل الاخير او النهائي للجاكيت بتاعنا النهارده. الموديل حلو قوي قوي في اللبس. الجاكيت النهارده انا نفذته لمقاس 6 سنين، طول الجاكيت 38 سنتي. تقدروا تنفذوه بأي مقاس انتوا حابينه بالطريقة اللي شرحناها في أول الفيديو. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الثاني ونهاية الجاكيت بتاعنا. أتمنى يكون الشرح واضح وسهل وبسيط. ياريت لو في أي استفسارات تكتبولي في الكومنتس وأنا هرد عليها على طول. عايزة أقول لكم إن الجاكيت شكله حلو جدا جدا، موديل ينفع صيفي، موديل ينفع شتوي، ينفع كمان للأطفال. يعني أنا عاملاه مقاس 6 سنين، نقدر نعمله كمان مقاس كبار، نقدر نعمله بلون واحد يبقى الجاكيت كله لون واحد، كمان نقدر نطول في الجاكيت على قد ما احنا عاوزين حتى لو لغاية الارض، ويتحول طبعا لكارتيجان. كل اللي هنعمله ان احنا قبل ما هنعمل المرد بتاعنا ده هنوصل الخيط هنا كده على الديل، وهنمشي داير الديل كده، وهنرجع تاني دوران حوالين الديل او القمر للجاكيت، ونرجع تاني لحد ما نوصل للطول اللي احنا محتاجينه للكارتيجان. زي ما قلت لكم الجاكيت موديله سهل وبسيط جدا، وينفع صيفي وشتوي اطفال وكبار. كمان سريع جدا، مش هياخد اي وقت ولا مجهود، وسهل جدا لان هو عبارة عن بس غرزة عمود. استخدمنا في الكارديجان النهارده 300 جرام من الخيوط، 300 جرام من الخيوط كلها. ده المقاس 6 سنين، طبعا كل مقاس بيختلف عن المقاس الاصغر منه. كل ما هنكبر بمقاس الكارديجان او الجاكيت كل ما هناخد خيط اكبر او كمية خيط اكتر. استخدمت النهارده في موديل النهارده خيط يارني، ودوت خيط قطن كنت جايباه من اوركيد جاليري. كمان استخدمت منه تقريبا اللي هو اللون الاوف وايت دوت تقريبا 200 250 جرام، واستخدمت 50 جرام بس من بواقي الخيوط، وديت بواقي كانت موجوده عندي اصلا. يعني ممكن يعني فكره الجاكيت ده كمان تستغل بيها بواقي الخيوط اللي موجوده عندك. فكرة سهلة وبسيطة، أتمنى أكون قدرت أوصلها بطريقة سهلة، وأتمنى إن شاء الله إنه لو عجبكم الفيديو ياريت نعمل لايك على الفيديو، وكمان نعمل شير علشان أكبر عدد من الناس يستفيدوا منه، وكمان اكتبولي كومنت جميل يشجعني أكمل في نفس المحتوى. أشوفكم على خير في موديلات تانية ترندي وفيديوهات تانية كتير من قناة ترندي كروشيه. السلام عليكم.